إلى شأن آخر، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطرانا للكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، وأقيمت صلوات طقس التجليس في دير القديس الأنبا أنطونيوس بالقدس بحضور وفد عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى جانب ممثلين عن كل الطوائف المسيحية في القدس. وتألف الوفد القبطي من 6 مطارنة هم الأنبا بفنوتيوس مطرانو صبلوط وطح الأعمدة، والأنبا بنيامين مطرانو المنوفية، والأنبا تادروس مطرانو بورسعيد، والأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس وهاواي، والأنبا كيرولوس مطران ميلانو والنائب البابوي لأوروبا، والأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون وكل أقباط فرنسا، والأنبا يوستوس رئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس. لا أذللهم لا يتركوا ولا أقص عليهم لا يحزنوا ولا